لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين النائين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قريب يا مظلوم كربلاء، العين عبرا دمها مسفوح والقلب من ألم الأسى مقروح. ما عذر مثلي يوم عاشورا إذا لم أبكي آل محمد وأنوح. أم كيف لا أبكي الحسين وقد غدا شلوا بأرض الطف وهو ذبيح والطاهرات نوادبا من حوله كل تنوح ودمها مسبوح. هادي تقول أخي وهادي والدي ومن الرزايا قلبها مقروح. لكن أسفي عليك يا أبا عبد الله، أسفي لذاك الشيب وهو مضمخ بدمائه والطيب منه يفوح. أسفي لذاك الرأس من فوق القناة كالشمس في أفق السماء يلوح. أسفي لذاك الجسم وهو مبضع وبكل جارحة عليه جروح. ولفاطم يعني رقية تبكي عليه بحرقة وتقبل الأشلاء وهي تصيح اتقل يا ابويا من قطع راسك
يا ابويا من قطع راسك وياه السلة بثيابك، يا ابويا غطك المصاب، مصاب الماجر مصابك، عسى بعيد البلا مخضاب ومن فيض الدم خضابك قبل لا اشوفك بهالحال، يا ريت انعمت عيناي عمت عيني والله عمت عيني ولا اشوفك، جتيل ويجري دم نحرك واصحابك وهل بيتك ضحايا مجزرة بكترك، امني عذر قي لكن ما تحققت، عساها تعقرت الخيل ولا داست على صدرك، اي والله ريت القبر ما اخذني ولا اشوفك يا ابويا بهالحال، ردت انصب مناح عليك ليش الكفر من عوني، ليش عيوني من تدمع بكعب الرمح ضربان، اي والله يا ابو اليمه وعن الغصب مشاني، سلم لي على جدي وعلى مكسوره الاضلاع، تقول لابويا يا جن صار الصار عطشان الكفر ذبحوك، ليش على الترب نايم، ليش بجفن ما لفوك، بويا صدق عبد الله على صدرك وهم رضوك، لكن الأمر لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هناك حوادث لها علاقة بواقعة الطف، وربما غيبت أو جزء منها غيب مع ضرورتها، يعني ربما تجد الحديث من خلال المنبر يتوقف إلى حوادث 13، لكن ما بعد حوادث 13 كثير منها قد يكون مغيب، قد يكون غير مطروح مع أهميته، ونقصد بأهميته لأن هذه الحوادث هي التي أظهرت ثورة الطف وواقعة الطف وثورة الحسين، وأوصلتها لنا نقية صافية خالية من كل الشوائب، تتمثل في الركب الحسيني، في ركب السبايا، في زينب سلام الله عليها. وهذا حوادث جدا مهمة، لأنه كما يقول السيد دستغيب رحمة الله عليه في كتاب إليه، يقول: واستطاع في بادئ الأمر يزيد أن يقلب الوقائع ويشوه الحقائق ويظهر للعيان بأن هذا الذي قد خرج هو إنسان خارجي فاستحق القتل. يقول: لولا زينب، لولا سبي زينب وصبر زينب وتحمل زينب
وتجلد زينب وجهاد زينب وعناء زينب، كونها كانت تمثل الصورة والجهاز الإعلامي المضاد للإعلام المضلل متمثل في يزيد. هذا تاريخ مهم إظهاره، هذه سيرة مهم إبرازها، لأنها هي التي أوصلت لنا ثورة الحسين، هي التي أفسدت ذلك النصر المزعوم لابن زياد وليزيد. من هي زينب؟ هذه واحدة. اثنين، قد نظهر زينب لكن للأسف نظهرها وكأنها امرأة ضعيفة جزوعة هلوعة، للأسف نظهرها وكأنها بلا ساتر تتستر بيديها، وهذا كلام مو بس خطير، هذا كلام يبعد ويحرف الواقع عن مسارها، فيظهرها ضعيفة للأسف. ترى زينب من ليلة الحادي عشر ظهر عنفوانها وقوتها وصلابتها وأنها أسطورة المقاومة الخالدة من ليلة الحادي. اسمع ارجع إلى كتاب أولا دموع وآلام. خرجت زينب في ليلة الحادي عشر، شوف ترى زينب حتى قضية إظهارها بأنها كاشفة شقت جيبها إلى آخره، هذا كلام يعني يؤسف أنه لما أستدر دموع الآخرين على حساب عرض زينب، هذا لا يجوز. عمر بن سعد لما طلعت زينب ليلة الحادي عشر، شبث بن ربعي سأل عمر بن سعد أتعرف هذا؟ قال لا. دليل على ماذا؟ دليل على الحشمة والستر. قال هذه زينب، قال لويحك أفرجوا لها صماطين، يعني جيشين، وخلي زينب هيبة كهيبة أمير المؤمنين سلام الله. اسمع الرواية يقول: فذهبت إلى جسد أخيها رفعته بكلتا يديها، رجعت، يقول الراوي، فلم تظهر تأثر ولا بكاء ولا تحزن أمام الأعداء أبدا. وهذا الشاعر يقول: ولسانها وهو اللسي وهو البليغ لسانه يوحي فيخرس ألسن البلغاء، شهد الحسين بعلمها وبفهمها في حين عزاها بخير عزائي. هذه واحدة. اثنين، لما انتهت معركة الطف وبدأ الدور الرسالي لزينب سلام الله عليها ممثلا في تسيير الركب، تسيير السبايا، وهذا طبعا سبب رئيس لما قال الحسين إن شاء الله يراهن سبايا. ليش هذا السبي؟ ليش أن تكون زينب؟ ما الهدف من أن تكون زينب عرضة للسبي والسلب وتكون الخيام عرضة للحرب؟ ما يأتي دور زينب. صار السبي، ابن زياد فرض الأحكام العرفية في الكوفة، ممنوع أحد يطلع بسلاح، طلع 10,000 رجل من جيشه وزحهم على الطرقات والشوارع والسكك حتى لا يرى رجل شاهر سيفه، طلع الركب بالسبايا، خلى الرؤوس أمام المحمل أمام المحامل أمام السبايا. ليش؟ المسألة مو مسألة تشفي فقط، لا، المسألة من أجل ترهيب وتخويف الآخر، إذا أحد فكر أنه بعد يطلع بثورة يصير به حمية يدافع عن الحسين يقول سيكون مصير هذه الرؤوس. وطلع الركب، يقول الراوي، فرأيت امرأة، لاحظ لاحظ من يصور زينب هزيلة وضعيفة وبلا ستر، كلام واقعا حتى القلب يعني يتألم، يقول فرأيت امرأة قد تنقبت ببرقع داكن لا ترى، فسألت من هذه؟ قالوا هذه زينب، هذه زينب، ونظرت إلى أهل الكوفة، أما تستحون من الله ورسوله تنظرون إلى بنات؟ وأخذت زينب، هذا موقف يشير إلى قوة وصلابة، ليلة الحادي عشر موقف آخر، وإلا لولا هذه القوة وهذه الصلابة وهذا الصبر وهذا التحمل لما استطاعت زينب أن توصل هذه الثورة، مع أنه امرأة في مثل وضعها تصاب بالانكسار. لما رأته أخذوا السبايا إلى وين؟ إلى مجلس ابن زياد، والكلام هذا إلى
السيد دسغيب يقول إذا كان الحسين سلام الله عليه قد واجه 30,000 شقي في المعركة، فإن زينب قد واجهت شقيين يساويان أولئك 30,000 في شقائهما، ابن زياد في الكوفة ويزيد في الشام. لأن المسألة مسألة امرأة بين مجلس غاصب الرجال. دخلت زينب في كتاب موسوعة كربلاء يقول فتوجهت إلى زاوية من زوايا مجلس ابن زياد وحولها إماؤها، فسأل ابن زياد من هذه المرأة فلم تجبه، وكرر السؤال فلم تجبه، فأجابت واحدة من جواري زينب قالت هذه زينب ابنة فاطمة ابنة رسول الله. فبدأ يشمت حتى يضعف زينب، وهذه طبيعة العدو. العدو إذا أراد أن يهزم خصما عسكريا يبدأ بهزيمته نفسيا، لكن الإنسان المؤمن الفطن كما أن لديه مواطن ضعف أيضا يبحث ويستتبع مواطن الضعف عند العدو. قل لها يا زينب الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فالتفتت إليه زينب سلام الله عليها بلسان بليغ فصيح جريء، قوة خطاب، جرأة خطاب، قوة موقف، ثقة في النفس. قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد. وجعلنا من أهل بيت أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. ثم نظر إليها كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين. تتصور واحد يذكرون بفقيد إلى طبيعي ينهار. كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم شوي ساعة تمر علينا هالكلمات فنستهلكها ما تستوقفنا. لا، هذه كلمات يجب أن تستوقفنا. هل تظهر قوة زينب خلاف من يظهر زينب ضعيفة حتى يستدر الدمعة. ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، يعني الفوز، فانظر لمن الفلج يومئذ. وذكرت بأصله ثكلتك أمك يا ابن مرجان، حتى قال كلمة، لأن زينب أكملت خطبتها، قالت ولقد فعلت أمرا يبقى عاره. شوي نلتفت إلى الكلمات واختيار زينب للكلمات، مو عبط، هذا لسانها لسان علي. ولقد فعلت أمرا يبقى عاره عليك أبد الدهر، وبالفعل إلى يومنا وإلى يوم القيامة يعيش ابن زياد العار عندما يذكر. فقال خذوها عني، خذوها. ولذلك زينب ترى مو بس بالشام ادخلت في خريبة، حتى في الكوفة. في الكوفة سبايا بنات رسول الله بقينا في خربة الكوفة قيل 6 إلى 7 أيام، ثم أدخلوا الإمام السجاد ونفس الموقف. وهذا طرف مهم الإمام السجاد في إيصال هذه الثورة لنا وللعالم بأكمله. سأل عنه، قيل هذا علي بن الحسين، قال أوليس الله قد قتل علي؟ قال ذاك أخ لي قد قتله الناس. قال بل قتله الله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال أو بك جرأة ترد علي؟ اضربوا عنقه. فتعلقت به زينب. الإمام قال لها اسكتي يا عمه اجلسي. ثم نظر إليه قال لي يا ابن زياد أتهددنا بالموت؟ أما علمت أن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله؟ الشهادة. هذه زينب سلام الله عليها. وتستمر المواقف والحوادث المهمة التي ربما يعني بعضها أيضا كما أسلفنا يعني
مهم إظهارها أو على الأقل من جانب معرفي. الإمام بعدين سير الركب. في اليوم الثالث عشر الإمام السجاد لما طلع دفن القتلى. هنا سؤال، كلهم ذولا تشرفوا بأن الإمام، طبعا من الأصحاب أقصد، دفن الإمام الحسين، دفن عمه، دفن كلهم دفنهم. هنا سؤال، ذولا كلهم دفنهم الإمام السجاد، ماذا عن الحر؟ الحر أخذته عشيرته. الحر أخذته عشيرته. اسمع في كتاب موسوعة كربلاء ينقل عن الأعلم، يقول: ثم نظر الإمام السجاد إلى بني أسد، قال: هلموا معي. إلى وين؟ قال: لندفن لنواري الحر بن يزيد. الحر أخذوا عشيرة صدق، لكن مو هم اللي دفنوه، أبقوه. يقول بنو أسد: فتمشينا مع الإمام حتى وصلنا إلى جسد الحر، فنظر إليه الإمام سلام الله عليه، قال: أما أنت فقد تاب الله عليك. وزاد في إكرامك ببذلك نفسك عند ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وأرادوا يحملونه بنو أسد، قال: لا، الإمام واروه في مكانه، أو مكانه مكانه واروه، دفنوه. ورجع الإمام سلام الله عليه. بعد حوادث الثالث عشر ظهر العار واللؤم والخسارة والشقاء لكل من شارك في قتله. هذا مهم إظهار، مهم إظهاره، على أن الله عز وجل ينتقم من الظالم عاجلا وآجلا. ترى كل الذين شاركوا، روح إلى كتاب البداية والنهاية من أهل السنة ابن كثير وغيرها من الكتب، ابن حجر يقول: كل الذين شاركوا أو معظم الذين شاركوا في قتل الحسين لم يخرجوا من الدنيا إلا بعلامة، إما مرض وإما جنون وإما عمى وإما حرق. حد المختار قتل 18,000 من قتلت، من ضمنهم عمر بن سعد وغيره، فلم يخرجوا بخير أبدا من هذه الدنيا. وأشقى، لاحظ ترى أشقى، أشدهم شقاء وخسارة باعترافه هو عمر بن سعد، أشدهم شقاء. لما أراد ابن زياد أن يشمت، طلع من بعد الثورة، طبعا كان المختار في السجن. المختار بالمناسبة سجن أيام بعد مقتل مسلم بن عقيل، سجن المختار. لما جيء بالسبايا ابن زياد أمر بإخراج المختار من السجن حتى يهزأ منه، يسخر منه. المختار فطن ذكي كيس، قال: لا أتهزأ مني؟ سمعت بأن سيدي وحبيبي الحسين سلام الله عليه متوجه إلى العراق وخلاصي على يده. قال: ذاك بعيد المنال. قال: ولم؟ قال: إنا قتلنا الحسين. قل صه فض فاك، ومن يقدر على قتل الحسين؟ فرفع المنديل فكشف عن رأس الحسين سلام الله عليه، فأخذ المختار يلطم على رأسه وينادي: ومظلومة وحسينة. لكن ظهرت نتيجة الشقاء سريعة. مجرد أرجع المختار إلى السجن، الرواية تقول عمر بن سعد كان موجود في المجلس فطلع. ابن زياد التفت إليه سأل عن معنى خروجه، قال: ما رجع، شوف، ما رجع رجل من سفر بأشقى مما رجعت أنا منه. خسارة في الدنيا قبل آخرة. الله عز وجل يظهر أثر خسارتهم وعذابهم في الدنيا قبل الآخرة. الكلام يطول، لكن ترى بعضهم دعا عليهم الحسين دعاء آني، الله استجاب إليه، مثل ابن حوزة. ابن حوزة هذا لما شاف الحسين سلام الله عليه يشعل النار أمام الأطناب، قال له: يا حسين، استعجلت نار الدنيا قبل نار الآخرة؟
فسأل من هذا؟ قالوا عبد الله بن حوزة. قال اللهم حزه إلى النار سريعا. تعلقت رجلة في ركاب الفرس أخذته إلى النار فاحترق. ابن الأشعث، ابن الأشعث هذا نفى أن للحسين قرابة برسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين رفع يديه فدعا عليه بأن يري الله فيه، يريه فيه، يري الحسين فيه ذلا عاجلا، ذل عاجل. وبالفعل تنحى جانب ليقضي له حاجة فلسعته عقرب فمات بادي العورة. وبعضهم تأجل عقابهم إلى ما بعد، أن الحسين دعا عليهم اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف اللي هو المختار يسقيهم كأسا مصبرة يعني مرة قتلة بقتلة، ومعروف هذا التاريخ. فابن سعد يقول ما رجع أحد بشر ما رجعت أنا. ابن زياد يقول له كيف؟ قال أطعت عبيد الله وعصيت رسول الله وقطعت رحمي ووصلت خصمي فيا لخسارتي. الرواية تقول قام وهو مغضب وهو يردد هذه الآية ذلك هو الخسران المبين. وسير الركب. بعدين أخذوا بنات رسول الله من بالمناسبة ترى زينب وأخوات زينب قطعت من كربلاء إلى الكوفة حتى وصلت إلى الشام 1800 كيلومتر. تصور يعني هالمسافة، أنت تقطع 40-50-100 ألف ورايح إلى سفر براحة تشعر بتعب ولا؟ تصور زينب 1800 كيلومتر محملة بنساء وأطفال وأيتام وهالمسافة كلها والرؤوس أمام عينيها. 45 منزل نزلته زينب. منزل يعني ماذا؟ المكان الذي ينزل فيه ليستريح فيه الإنسان. لكن هذا المنزل مو منزل راحة، منزل شماتة، منزل فرجة. تصور 45 منزل للفرجة والشماتة والسب والشتم، لأنه في طريق مختصر من الكوفة إلى الشام نصف المسافة 900 كيلومتر، وطريق غير عامر بالسكان. كان باستطاعة ابن زياد أن يسير الركب إليه، لكن تعمد يمررهم على منازل ومناطق عامرة بالسكان للشماتة والفرجة ولتخويف الناس. وين طلعت زينب؟ زينب خو مو طلعت من الكوفة وراحت الشام. شوف لاحظ هذا التاريخ اللي احنا يكون مغير. نقول زينب طلعت من الكربلاء إلى الكوفة ومن من الكوفة إلى الشام، لا. زينب قطعت 45 منزل من الكوفة، من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة مرت بمنازل إلى ووصلت إلى الموصل، من الموصل إلى نصيبين. نصيبين وين؟ بتركيا، على حدود تركيا. من نصيبين إلى حلب، من حلب إلى دمشق، وهي كلها ما بين المنطقة والمنطقة منازل 7-6-5 منازل مرت بها زينب صلوات الله وسلامه عليها، إلى أن وصلت إلى الشام. لما وصلت الشام زينب سيدة دخلوها؟ لا، زينب أوقفوها 3 أيام. ليش؟ حتى يعدون الشام للزينة، يزينونها، وتطلع الرجال والنساء بالطارات والطبول حتى يستقبلون زينب بهالكيفية. تصور ها. وبالفعل وصلت زينب إلى حدود الشام، أبواب الشام، دخلت؟ لا، بعد ما دخلت زينب أوقفوها 3 ساعات، غير 3 أيام 3 ساعات، حتى يستعد الجميع لأن يتفرج على بنات رسول الله حتى أدخلن السبايا. لكن مع هذا لم تضعف زينب. صحيح هو صعب، يعني التفتت إلى حامل الرؤوس وقيل سكينة، التفتت إلى شمر بن ذي الجوشن، قالت له هلا أمرت حامل الرؤوس أن يتنحى بها جانب
ليش؟ قالت ليشتغل النظار بالنظر إلى الرؤوس عن النظر إلينا، والله لقد أخزانا كثرة النظار إلينا. مو هذا لسان حال زينب تقول شمال الناس تتفرج علينا، علينا عمة عين اللي يصد بالعين لنا. وبقيت ترى زينب وأخوات زينب في رواية بالشام شهر كامل، شهر كامل، لأنه المسافة اللي قطعوها من الكوفة إلى الشام، الراوي يقول هذه المسافة في الحساب الطبيعي، في الحساب الزمني الطبيعي مفروض زينب تاخذ شهر كامل، لكن ابن زياد تعمد التعجيل بالنياق حتى قطعتها في 10 أيام. الصور الراوي يقول كان فخدي الإمام السجاد ينضحان دما. وصلت زينب، وشلون وصلت إلى الشام وآية الشام؟ أقامت 3 أيام وقيل 7 أيام عزاء، وكان من ضمن من يتفرج عليهم هند زوجة يزيد. هذه يقولون كانت في بيت أمير المؤمنين سلام الله، جاء لها بكرسي وجلست. لما مرت بها زينب سألتها من أي السبايا أنتم؟ قالت نحن من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية تقول فقامت هند، زينب سألتها زينب ليش قمتين؟ قالت إجلال لساكن هذه المدينة. من أي بيت؟ شو تقول لها زينب؟ من أي بيت؟ قالت نحن من بيت رسول الله. الله أكبر، من بيت رسول الله أنتم السبايا؟ قالت بلى. قالت عندي للسؤال عجل يا زينب، أسألك وين الحسين؟ الحسين طبيبي. شو تقول لها زينب؟ قالت شفت ذاك الرأس المعلق؟ هذا رأس أخوي. قالت أسأل عن زينب. قالت إن زينب يحجون عني مصايب أخوتي ذوبني نزلا على عيني وعملني، عساني متت من صغر سني. إيش تحكي عن زينب ومصيبة زينب؟ الإمام السجاد يسألونه يقولون ليش خليت زينب بس 3 أيام لما رجعت من الشام إلى كربلاء وأرجعتها؟ قال خفت على عمتي أن تموت، تقوم من قبر تجلس على قبر. تعال شوف المصيبة اللي شافتها بهالخريبة، أطفال صغار وكبار على قلب زينب، ومن بينهم الطفلة المدللة رقية، هذه شلون يحبها الحسين؟ هاي كل يوم تجيب المصلى إلى الحسين ويأخذ المصلى ويربط عليها يضمها إلى صدره. إلا في يوم العاشر، يوم العاشر أخذتها الطفلة تنتظر، وقفت على باب الخيمة. زينب تقول لها عمة ليش واقفة على باب الخيمة؟ قالت عمة انتظر مجيء أبي الحسين، ما عودني أخر الصلاة. شو تقول لها؟ وقفت والمصلى بين جنبيها، فهالأثناء مر شمر بن ذي الجوشن، وهي طفلة بريئة ما تدري، قالت لي يا شيخ ما شفت أبويا الحسين. فنظر إلى غلام معه قال قم والطمها على وجهها. قال لا أخشى أن يكون خصمي يوم القيامة رسول الله. فقام شمر بيد لطمها على وجهها. أنا أرجوك تصور إذا عندك بنت، الله يخلي ليكم بناتكم، ترى البنت لما تخدش لما تضرب شو تسوي؟ تخلي إيدها على خدها تقول لها راح أشتكي عند أبويا الحسين. هذا موقف، وموقف في تلك الخريبة لما نامت واستيقظت فزعة. زينب إجت إليها، بنية ماذا تريدين؟ قالت عمة رأيت في المنام أبويا الحسين،
وانتو توعدوني يرجع ابويا الحسين في سفر، الان اريد ابويا الحسين. وصلت الضجة الى وين؟ الى يزيد. ما الخبر؟ قالوا له بنت من بنات الحسين شافت ابوها. قال ايه اخذوا لها ابوها. شلون؟ قال خذوا رأس الحسين ضعوه في طشت وغطوه بمنديل وخذوه الى بنيته. الرواية تقول رقية تنتظر مجيء أبيها الحسين، بينها هي كذلك، وإذا ترى طشتا مغطى. ليلة الجمعة يا أصحاب الحوار، أين استقرت بك النوى سيدي؟ ليلة كني بك بالشام. يا مولاي جيء بالطشت مغطى. قالت لها عم أنا ما طلب طعام، أنا أريد أبويا الحسين. يا الله. قالت لها بني مقصودك في هذا الطشت. أنزلوا الطشت بين يديها، كشفته، رفعت المنديل، وإذا ترى رأسها قامت. الرواية تقول قامت فزعها الطفلة، مرة توصل إلى باب الخربة ومرة ترجع. عم هذا رأس منه؟ لا تقولين رأس أبويا يا عم، لا تقولين رأس أبويا. أخذت ذلك الرأس وضعته في حجرها، قامت تمسح الدماء من على جبهته. أبا من الذي قطع وريدك؟ أبا من الذي خضب شيبتك؟ أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ أنا الآن يتيمة يا أبويا. تقول لأبويا ما بقول، ما بقول يا يما، وما بقول يا أبويا، راحت أمي وراح أبويا. ما بقول يا يمه، وما بقول يا ابويا، وما بقول يا اخويا، راح عبد الله اخويا. تقل له بعدك من يناديني تعال يمي يا رقيه. انحنت على الراس تقبله، طالت الانحناء. الرواية تقول أخذت فمها ووضعته في فم الحسين. إجت إليها زينب بنيتي قومي فلم تجبها، ابنة أخي فلم تجبها. رقية وإذا زاوية من زوايا الخربة الإمام السجاد يقول لها عمة ارفع الطفلة لقد ماتت أختي. رقية على رأس حسين خارت والدمع غدرا، تقبل جبهته وتمساح عن خدينه التربة. وحسين تقل لي شلون يتمني حنانك من صغر سني؟ يا ابويا والله ما ظنيت بيت بيع السهم مني. اويلي اويلي. قامت تسأل الحسين، تسأل ذلك الرأس،
تقل أبويا من هو اللي قطع راسك وعفر منك الخد ومنه كسر أسنانك وصوب جبهتك يا حسين؟ وليش احكي يا ابويا وياك وليا ما تدير العين؟ واني من عاشرة رجاء ترد ليا من الصيوة فتح عين الشهيد حسين ليلة الجمعة. أنا أريد أنعي وأريدك تتأمل بالكلمات شوف وين تأخذك. فتح عين الشهيد حسين وبخد الدمع مذروف وصار بخاطر يضمها بس الجسد في لطفه. وعاين اسمع اسمع ودار العين للسجاد وشافه بالحبل مكتوف غمض ما يريد يشوف. ليش غمض الحسين اسألك؟ غمض ما يريد يشوف حالة كعبة الأحزان. ولذا ساعد الله قلب زينب عندما رجعت من الشام إلى كربلاء وجلست على قبر الحسين وقامت تناغي وتنعي الحسين إذا حنين وأنين من داخل القبر. يقول لها أخت أرى كل الأطفال موجودات كل النساء موجودات إلا رقية. اي والله يا زينب وين خليت رقية تجي بيها؟ قلت وياك ليا احب ان صوتها لو مر عليا احنينا وما تفارقني يا زينب. تقول له جان تنشدني عليها يا اخويا حسين موتها بكيها شفت راسك يا اخويا بين يديها. يلا خلنا نختمي يا زينب. زينب قعدت على قبر الحسين وراجعة بأبي وأمي لكن قبل ما ترجع إلى المدينة وين راحت؟ إلى قبر الكفيل رايحة تشتكي عنده. تقول له خليني يا سالف خويا خليني اريد افضفض يا ابو فاضل. خليني يا سالف خويا خليني اسالف لك بعد موقف مأذيني. شنو موقف زينب ليلة الجمعة ويا ابو فاضل؟ اسالف لك بعد موقف مأذيني اكو واحد يا ابو فاضل سطر عيني. اختم لك ويا زينب. ساعد الله قلب زينب. ولذا لما رجعت المدينه زينب ترى ما دخلت الدار وقفت على باب الدار. زينب ادخلي كلما ارادت ان تدخل تعثرت على باب الدار. هذا بيت الدعاء. عم ليش ما تدخلين؟ قالت شلون اطب البيت وراعي البيت مو موجود؟ وين خليتينا يا زينب؟ قالت تركت بكربلاء مرمي وبقلبه سهم محدود. تمنيت احلم واقعد بحلمي وافز من نومتي والقاك يمي واحبك واشم من ريحة امي. يا الله الهي تقبل عزائنا اشفي مرضانا فك اسرانا رد غرباءنا وارحم شهداءنا
جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم، إلى أرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.